السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شباب. عليكم السلام. على دكتور، كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله. محمد عويد الهلالي. هلا استاذ، حاضر حبيبي يا محمد، حبيبي استاذ. تم شوية، الله يرضى عليك بالحضور واحضر الحصة للآخر. مرة مرة ابشر استاذ من عيوني. الله يبشرك بالجنة يا رب. الناس اللي السلام عليكم. عليكم السلام دكتور عبد الله. صباح الخير يا استاذ. صباح الفل يا دكتور. ازيك يا باشا؟ الحمد لله بخير. اخبارك استاذ؟ بشتنا عنك. الحمد لله، الله يعزك يا رب، الله يكرمك. دايم يا رب. يا رب واياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا معاذ. حضرت لسه؟ لا لسه حبيبي والله. لسه ناس كتير قوي لسه ما دخلتش، مش عارف. اما نبعت لهم الرابط يمكن يكون في حاجه صحيحه. ما ارسلت الرابط في الجروب. اه حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا طلال، كيف حالك يا طلال؟
عشان كده يا شباب أرسلت الرابط هو على الجروب الخاص بينا وعلى جروب تلت ألف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا واحد عازم ولا عناد؟ اللي داخل بواحد يا شباب. أنا عندي عناد. السلام عليكم يا أستاذ. عليكم السلام على براء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا والله. صباح الفل يا دكتور مؤيد. أستاذ. نعم فهد. أستاذ شوفوا مشكلة في الرقم السري اللي يطلبونه من كلاسيرا. ما فيش مشكلة ولا حاجة. أنت لو بتدخل من كلاسيرا لو بتدخل من كلاسيرا ما هيطلب منك شيء. طب أنا أخش من كلاسيرا بس يطلبني. لا يبقى في حاجة عندك بقى. ها؟ في حاجة في جهازك مثلا ولا حاجة في كده يعني. إنما الكلاسيرا المفروض ما بتطلبش حاجة. تمام يا دكتور. اللي بيدخل من الرابط هو ده اللي كده بس يعني. احنا قلنا قبل كده اللي يدخل من الرابط يعلمني عشان ما يتخدش غياب. إن الرابط ممكن يغيبه. أبا أنا حاضر أستاذ. خلاص حضرتك يا فهد. يعطيك العافية. السلام عليكم أستاذ سعد. عليكم السلام. عبد العزيز الحارثي حاضر يا استاذ. حاضر حبيب الله يكرمك. امين يا استاذ. معاذ المعافي استاذ كمان. معاذ حاضر. معاذ اللي داخل من الرابط يا شباب يعرفني بس. عناد. استاذ انا راشد داخل من الرابط. صباح الفل يا استاذ. انا كمان في الرابط. ايوه انت عناد واحد عازم. عازم طيب يا عازم بالله عليك غير اسمك. طيب استاذ. ايوه عشان بيظهر لي رقم واحد بس. تمام تمام. وعناد الحين دخل كمان. طيب يا شباب نذكركم ب طرق التعبير عن التركيز. هي مؤيد انت عندك مشكلة ولا ايه؟ لا اصلا كنت داخل من الرابط عشان حصة مش نازلة فدخلت من كلاسيرا دلوقتي. اه طيب ماشي. انا قلت دخرجك وعملك تاني. طرق التعبير عن التركيز يا حبيب انتبه لان دي لازم يجي منها في الاختبار ويجي منها في التحصيلي لازم. قلنا عندنا طرق نوعية أو وصفية يعني اللي هي بتوصف الشكل يعني. وفي طرق كمية. طرق الكمية يا إما نستخدم فيها النسبة المئوية كتلية أو حجمية يا إما نستخدم فيها المولات. وقلنا طالما بستخدم فيها المولات يبقى بعبر عن كتلة المذاب بعدد المولات. لازم أجيب عدد المولات. طب عندي ثلاث طرق. عندي مولارية ودي معناها مولات المذاب في لتر من المحلول في لتر خلي بالك. وعندي مولالية مولات المذاب في كيلو جرام من المذيب. وعندي كسر مولي مولات المذاب أو المذيب على الكولات على إلى المولات الكلية. هذه الثلاث حاجات والنظر بتاعهم مهم جدا جدا لازم يجي لك النظر. طب في المسائل قلنا في المسائل رقم واحد تجيب عدد مولات المذاب في الثلاث طرق. واجيب عدد مولات المذاب ازاي؟ قلنا من كينج. كينج اللي هي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية يساوي عدد المولات. طيب والمولارية كيف اجيبها؟ مولارية يعني عدد المولات على حجم المحلول باللتر. لازم يكون باللتر.
طيب لو مش باللتر بالملي نقسم على ألف عشان يبقى باللتر. أدي المولاري يبقى بسيطة جدا، والمسائل اللي هجيلك لا فيها تحويل ولا شيء، وممكن زي ما قلت لك في الآخر أنا كنت رسمت لك قانون واحد مثلث كبير شوية اللي فيه فوق الكتلة بالجرام على المولارية ضرب الكتلة المولية ضرب الحجم باللتر، يعني مثلث واحد هيطلع لك المسألة في خطوة واحدة. يبقى يا إما تجيب عدد المولات الأول وبعدين تعوض في المولارية، يا إما في مثلث واحد الحاجات اللي أنا حطيتها لك دي كلها. طب بعد كده حسب ترتيب الكتاب عندي حاجة اسمها تخفيف المحلول. يعني ايه تخفيف المحلول يا شباب؟ حد يعرف تخفيف المحاليل؟ حد يعرف؟ قول اي حاجة من راسك ما فيش مشكلة. اقلل كمية المذاب. اقللها. طب ازاي؟ برافو. طب ازاي؟ على حسب، ممكن مثلا تخفيف او ماشي، يعني حسب نوع المذاب. لا، هو طالما اخفف يبقى هو محلول مركز، طالما هخففه يبقى هو مركز، والا ما كنتش اخففه. تمام يا دكتور؟ لا. يبقى اللي بيحصل ايه؟ ما تشتغل بقى في معامل وطب وصيدله والكلام ده، فعندك محلول بيبقى اسمه ستاندرد سوليوشن، محلول قياسي. طب الستاندرد سوليوشن ده، المحلول القياسي ده، محلول معلوم التركيز، انا محضره عشان مش كل شويه احضر، لا احضره وبعد كده اخد منه الكميه اللي انا عايزها واخففها، اخد الكميه واخففها. يبقى انا كده عندي محلول بيسموه محلول عياري قياسي. يعني مثلا لما اقول لك 1 مولر من هيدروكسيد الصوديوم معناها ايه؟ معناها 1 مول من هيدروكسيد الصوديوم، ولما نيجي نحسبه هيطلع 40 جرام، معناها ان انا بوزن 40 جرام وادوبهم في لتر، يبقى ده 1 مولر. 40 جرام في اللتر في دورق كده بنسميه دورق عياري، هتعرفه ان شاء الله في طب وصيدله والحاجات العلميه، ده اسمه 1 لتر. الواحد لتر ده مكتوب عليه من بره كده 1 مولر او 1 نورمال. طب وبعدين افرض انا عايز 1 من 10 منه، مش عايز الواحد مولر، افرض عايز 5 من 10، عايز 3 من 10، عايز اي تركيز. عندي هنا بقى بستخدم قانون اسمه قانون التخفيف. قانون التخفيف، تخفيف يعني ايه؟ يعني هاخد جزء من المركز ده العياري الستاندرد واحطه في وعاء واكمل عليه للمية للمتين للمتين وخمسين للخمسمية زي ما انا عايز. باختصار القانون ده عبارة عن ايه؟ باختصار حاجة عاملة زي كفتين الميزان. الكفة اللي في الشمال مثلا قبل التخفيف، والكفة اللي في اليسار بعد التخفيف. وده سؤال سهل وممكن يجي لك في التحصيلي بأرقام بسيطة جدا. ريان، بأرقام بسيطة يا شباب. يبقى أنت عندك كفتين ميزان عشان أحافظ على النسبة اللي عندي اللي أنا عايزها. الكفة الأولانية قبل التخفيف والتانية بعد التخفيف. طب إيه اللي قبل التخفيف؟ الحجم في المولارية. M
ضرب في، وعشان ما نختلفش هنقول ان واحد ضرب في واحد. طب واللي بعد التخفيف ام اتنين ضرب في اتنين، يعني ام في يساوي ام في. والكلام ده هتاخده صدقني عملي، الناس ان شاء الله اللي هتوفق باذن الله في طب وصيدله. يبقى التخفيف قبل التخفيف يساوي بعد التخفيف، ام ضرب في يساوي ام ضرب في. يعني ممكن نقول بقى ام واحد في واحد يساوي ام اتنين في اتنين. طيب مثلا لو انا عايز محلول 500 ملي تركيزه 1/10، ده اللي انا عايزه، اللي انا عايز احضره 500 ملي تركيزه 1/10. والمحلول الاصلي تركيزه 1 مولر، اخد منه قد ايه؟ الحجم المطلوب منه قد ايه عشان اوصلهم ل 500 ملي؟ احطهم واكمل عليهم ميه لغايه 500 ملي. يبقى هنا زي ما كنا بنقول دايما، طالما عندك يساوي في النص يبقى اللي انت عايزه يساوي البعيد على القريب. يبقى ال V1 هتساوي M2V2 على M1. خلصت. يبقى قبل التخفيف يساوي بعد التخفيف. طب اللي انت عايزه البعيد على القريب. خلصت عملية التخفيف، خلصت. تمام؟ وانا قصدت اقول النقطة دي لان تجي لك في التحصيل من الاخر يعني. بس يقول لك ايه مثلا؟ مولارية المحلول الاولاني 1. تمام؟ وانا عايز محلول مولاريته نص وحجمه لتر، يبقى اخد كم ملي عشان اوصلهم للتر او ال 500 ملي. طيب ناخد مثال من الكتاب احسن. اهو شوف لي كده لو سمحت، عندك عايزين رقم 24 صفحة 61. بعد إذنكم يا رجال، أنا بقول يا رجال لأن أنت عارف مصلحتك كلها. خلاص كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رجب. خلاص رجب وشعبان ورمضان جه وهتاخد أجازة، يعني شهرين ونص وخلصت السنة كلها. يلا يا شباب مين يحلها لي؟ نبيل طاهر كمان. يا شباب لو سمحتوا اللي يحضر يكمل الحصة، يخليك معايا عشان لما اجي نادي اسمك ساعات ما بلاقيش الناس فبضطر اغيبك. لو تكرمتم يلا كده حاول تحل. انا قلت لك القانون اهو، ام في يساوي ام في، ام 1 في 1 يساوي ام 2 في 2. بس وعندك المحلول المعلوم والمحلول المجهول. أرسلت لكم الرابط يا شباب.
رابط الصبورة عشان الناس اللي ايه تحل. وصل الرابط يا شباب، دوس عندك على الشات فيه رابط، دوس عليها هيجيب لك الصبورة اللي عندك. ايوه محمد خلاص صبرته ووصلت اهي. عايز لو سمحتوا الناس تشارك حتى لو غلط، حتى لو غلط بقول لك ام في سوي ام في، والله لمصلحتك، لمصلحتك. انا ما انا يعني النقطه دي ممكن ما يجيلكش منها خالص في الاختبار عندنا، لكن انا بتكلم لمصلحتك. مساله زي دي تجيلك في التحصيل في لحظه. يبقى المحلول اللي انا عايزه تركيزه 3 من 10 وحجمه 1، لا عفوا تركيزه 1.25. انت كنت ماشي صح يا محمد، 1.25 وحجمه 3 لتر. واحد وربع وحجمه 3 لتر. عشان ما تغلطش اكتب القانون M1V1 يساوي M2V2. ده صح يا استاذ؟ فين يا مؤيد؟ ايوه مؤيد، 3 من 10 في 1.25 على 3. برافو عليك، برافو عليك. طبعا الحجم اللي هيطلع هيطلع باللتر، تمام باللتر بس. 3 من 10 في الكلام ده، فانت تقريبا في فصل يا مؤيد ما حطيتهاش. لا حطيتها بس الارقام جنب بعض. طيب خلاص، اللي هيطلع طبعا هيطلع باللتر. لو انا عايزه بالملي اضرب في 1000، يعني الموضوع سهل يا شباب اهو، ولا في حاجه والله. ده بالنسبة للناس الحريصة على التحصيلي، والله المفروض لو انتبهت في الحصص ده الأساسيات اللي بيجي لك في التحصيل. هات أي اختبار تحصيلي وانت هتلاقي الكلام اللي بنقوله ده هو الأساس، تمام؟ طيب بعد كده ممكن ناخد المولالية. وقلنا يا شباب ركز كويس قوي على الفرق بين المولارية والمولالية، عشان ده لازم يجي لك، لازم يجي. خدنا المولارية وحلينا عليها مسائل، عايزين نشوف المولالية. مولالية يا رجال يعني مولات في كيلو جرام من المذيب. هناك كان لتر، هنا كيلو جرام. هناك كان محلول، هنا مذيب. ادي الفرق بين الاثنين. وطبعا مولالية نرمز لها بالرمز ام سمول. طب اما اجي اعوض بقى واحل مساله، يبقى عدد مولات المذاب على كتله المذيب بالكيلوغرام. يعني لو عطاني بالجرام اقسم على 1000 عشان تبقى بالكيلوغرام. يبقى الاول اجيب عدد المولات، كتلة بالجرام على الكتلة المولية. وطبعا كتير استخدم المولالية، لان ساعات لو استخدمت الحجم في مناطق معينة الحجم ممكن يتغير لو اتغيرت درجة الحرارة، يحصل تبخير ويحصل ده ويحصل ده. فالحاجات اللي انا خايف من تغير الحجم بتاعها استخدم لها المولالية. طب يا ترى ممكن الشباب الحلوين اللي معانا دول ممكن اجمع القانونين في بعض، القانون اللي بجيب منه عدد المولات والقانون اللي بجيب منه المولاليه،
ممكن اعمل قانون واحد زي اللي كنا عاملينه هناك زي المولارية. مين ممكن يستنتج لي القانون ده؟ يعني عايز قانون واحد بعد ما اجيب عدد المولات الاول وبعدين اجيب المولارية، هل في قانون اعوض فيه مباشرة؟ ممكن يا شباب؟ طبعا هنا يا شباب ممكن اقول الكتلة بالجرام على المولالية ضرب السولفنت، ولا اكتبه لك بالعربي، لا انتوا ناس كبيرة ما شاء الله، السولفنت اللي هو المذيب بالكيلوغرام. ضرب الكتلة المولية ام دبليو، كل ده طبعا يا رجالة اهو في مثلث واحد. الناس اللي عايزة للتحصيلي اكتب لي المثلث ده عندك. تلاحظ ان الفرق بينه وبين المولارية ان الاس بالكيلوغرام، المذيب بالكيلوغرام، هناك دي الفي باللتر، الحجم باللتر، وطبعا هناك مولارية ام كابيتال وهنا ام سمول. يبقى لو ركزت شوية تقدر تكتب قانون واحد للمولارية والمولالية في خطوة واحدة. طب افرض هو جاب لك المسألة مباشرة ما فيش فيها جرام، ما فيش فيها جرام، يبقى هقول له الام على الام ضرب المولوكولار ويت اهو. والله انت هتشوف المسألة بقى، لقيت فيها جرام استخدم الكبير، ما لقيتش فيها جرام فعدد مولات مباشرة مريحك وجبها استخدم الصغير. المولالية اللي عندي هتساوي عدد المولات، لا هنا عفوا السولفنت المذيب بالكيلوغرام، هنا اس بالكيلوغرام. تمام، اس بالكيلوغرام. يبقى لو طلب المولاليه بس واعطيك عدد المولات مباشره اقسم عدد المولات على كتله المذيب بالكيلوغرام. طب لو ادالك الكتله بالجرام استخدم المثلث الكبير، المولاليه اهي هتساوي الكتله بالجرام على كتلة المذيب بالكيلوغرام ضرب الكتلة المولية. يبقى أنت خلاصة المولارية والمولالية القوانين اللي في المثلثات اللي أنا عملتها لك. تمام؟ طيب يا شباب خلاص نوقف النهاردة عشان ما نطولش عليكم، دي أول حصة، وبكرة نحل عليها مسائل. بس احفظ لي القانونين دول لو سمحت، احفظهم والله لمصلحتك، احفظ لي القانونين دول، نحل عليهم مسائل وناخد جزء ايه تاني ان شاء الله، ناخد الكسر المولي. طيب يا استاذ. نعم يا استاذ، انا دخلت متاخر اذا تحضرني استاذ. حاضر، ثواني. حاضر، مين معايا؟ البراء. طيب استاذ انا شفت اسمك براء. حاضر يا براء، الله يعطيك العافيه. او كمان انا استاذ عبد العزيز. لسه في ناس داخله، وفي يا جماعة قلنا اللي داخل اللي داخل بنقاط ده مين؟ داخل بالثلاث نقاط. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ انا براء الغامدي، بعد اذنك تحضرني. براء الغامدي، انت لسه داخل الحين يا براء؟ لا داخل من اول. طيب ماشي، حاضر. انا وسام العباس استاذ داخل. حاضر سجلني. حاضر حبيبي. طيب محمد عويض، محمد الهلالي. أهلا يا أستاذ. تمام يا باشا. فيصل اللحياني. فيصل
فيصل مساعي البراء الطيب خلاص والبراء الغامدي خلاص تركي اللحياني خلاص جواد هاني جواد هاني خالد وليد موجود يا شيخ خالد وليد تمام سليمان السالم سليمان ده من اول الناس اللي بتحضر موجود يا استاذ تمام انت من اول الناس والله طلال الزهراني خلاص عبد الرحمن شعيب عبد الرحمن عبد الرحمن شعيب يا عبد الرحمن عبد الرحمن السعدي عبد الرحمن السعدي عبد الله الشمراني خلاص عبد الرحمن جلال خلاص عبد الرحمن سعد القثام عبد الرحمن سعد استاذ عبد الرحمن شعيب طب خلاص عبد الرحمن شعيب ايوه نفس يعني تقريبا انا حد اه طيب فينك عبد الرحمن انا ناديتك والله موجود موجود طيب ماشي يا باشا عبد الرحمن ياسر موجود موجود الحمد لله على السلامة عبد الرحمن الله يسلمك استاذ عبد العزيز الحرسي موجود علي الجناوي علي موجود يا استاذ علي علي الجناوي موجود يا استاذ علي الجناوي ارسل في الشات طيب حاضر شفتها خلاص ايوه عمر اللحياني موجود اعتقد من الاول عمر حاضر حاضر تمام انا شايفك والله محمد سلمان محمد محمد الوذناني محمد سلمان انا شايفه دلوقتي محمد سلمان احمد الوذناني احمد صار له حصتين ما يحضرش احمد احمد رداد احمد عبد الله هلا استاذ ابو حميد فينك ابو حميد طيب خالد الصوات عبد الله محمد سعد عبد الله المنعمي طارق عباد المطيري طارق عباد عبد الرحمن احمد عبد الرحمن احمد عشي البراء هاني محروس البراء هاني نواف خضر نواف خضر الصفحة الثانية فيها ريان ونبيل حضروا الاثنين ريان السلام تمام يا استاذ ما سمعت اسمي ليش مين يا باشا معاذ ما انا حضرتك معاذ الخليفي ولا المعاف لا الخليفي ما انا حضرتك حضرت نسان ريان طب استاذ ماذا المعاف يا استاذ ما حضرته ما انا عشان حضرتكم من شوية حضرتكم ماشي يا شباب حد تاني ما سمعش اسمه استاذ انا حضرتني مين انت عازم عازم اه مش انت داخل برقم واحد يا عازم ايه اغير اسمك بالله عليك طيب طيب خلاص حضرتك يا عازم خلاص حد تاني يا شباب حد تاني ما سمعش اسمه طيب ريان خلاص حضرتك ريان الله يعطيك العافيه استاذ سعد الله يخليك عبد العزيز
خلاص يا شباب توكلوا على الله، يلا الله يستر عليكم. مع السلامة. السلام عليكم.